بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما أنا معوداكم دايما يا حبايبي، الأول السلام عليكم. هندخل دلوقتي إن شاء الله نتفرج على محل موبيليا عامل عروض حلوة جدا. المحل ده موجود على محطة ترام جاناكليس جنب فتح الله على طول، يعني فتح الله أهو هو جنبه على طول، اسمه ألدورا. هنشوف إيه الخصومات للعرايس والناس اللي عايزة تجدد. هنشوف دلوقتي قبل لسه قبل ما ندخل، يا ريت اللايك والاشتراك في القناه وندخل على بركه الله. يلا ندخل على بركه الله. اول حاجه بصوا الحاجات اللي هي من بره اهي، طبعا هفرجكم جوه على كل حاجه، وهنشوف ايه العرض الحلو جدا لمتابعين القناه ان شاء الله، عروض جامده جدا. هندخل ونتوكل على الله. بصوا يا جماعه، ده الكارت اهو بتاع المحل، علشان لو حد عايز يتواصل معاهم، وانا برده هكتب لكم رقم التليفون ان شاء الله في التعليق المثبت. اتمنى منكم زي ما قلت لكم الدعوه الحلوه، كل حاجه هتلاقيها، كنبه سرير، كنبه كل حاجه، والسرير كل حاجه موجوده، كابتنيه سيده كل حاجه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه اقول لكم يا جماعه ان المكان ده انا دايما بمر عليه لما اجي هنا فتح الله، بتعجبني الحاجات بتاعته جدا، الالوان راقيه جدا، حاجه اخر شياكه كده. لما سالت الاستاذ الحقيقه يعني واستاذنته، لقيت كمان عروض، فقلت لازم اصور لمتابعيني، عشان متابعيني طبعا انتوا عارفين ما بقول لكمش على الحاجه الكويسه. هندخل بقى ونشوف دلوقتي مع الاستاذ الحاجات الالوان الموجوده. نبتدي من هناك، هنبتدي بقى من هناك من اول الانتري ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه بصوا انتري اهو، اتفضل بقى حضرتك اشرح لنا بقى. ده انتري عباره عن كنبه ثلاثه، تمام، كنبه اثنين، فوتيه. ادي كده، دي الكنبه الثلاثه، بمعنى كنبه كبيره، كنبه صغيره، فوتيه، والفوتيه بتاعه. الانتري دوت معمول عليه عرض من المصنع من 16.5 ل 13.5. من 16.5 ل 13، يعني من 16.500 ل 13.500، يعني 3000 جنيه نازل في سعر. زائد ان عايز اغير اللون، عايز اغير نوعيه القماش، تمام، ده براحتي. يعني لو حضرتك جيت ومش عاجبك القماش، مش عاجبك اللون، ممكن المصنع تقول للاستاذ ويغير لك زي ما انت عايز. تمام. الترابيزه بتبقى تبع الطقم؟ الترابيزات هنا بتبقى لوحدها. الترابيزات يا جماعه خارج الـ طبعا السعر، تمام؟ الترابيزه برضو الرخام دي اللي معروضه دي، ايوه، معموله بعد الخصم 1850. كانت قبل الخصم بكام؟ ب 2200. كانت ب 2200 ونازله ل 1100؟ 1850. 1850. بصوا يا جماعه، ده خشب ايه يا استاذ ده؟ خشب زين كله. كل ده خشب زان. احنا بنتكلم سيان ترابيزات، كله خشب زان، كله خشب زان هنا في المحل. وكمان في على فكره مراتب، بس هنشوفها دلوقتي. نتفرج على ايه تاني بقى؟ برضو في حاجه تانية عايزين نقول عليها. اتفضل. ان العميل مثلا ما عندوش المساحه انه ياخد الامتري كامل، تمام، عايز ياخد كنبه واتنين فوتيه. بجد والله؟ يعني ممكن كده كمان؟ ممكن طبعا. ياخد كنبه كبيره، كنبه صغيره، واتنين فوتيه، عايز ياخد كنبه بس، عايز ياخد فوتيهات بس. سامعين يا جماعه العرض ده؟ سامعين؟ يعني انتوا مش لازم تاخدوا الكامل، مش لازم تاخدوا كامل، ممكن كمان تاخد منه قطع، او ممكن تزود عليه، او ممكن تزود عليه. تمام. تمام، ده كده نظام حلو جدا طبعا. ده موديل. تمام، تعالوا بقى شوفوا الموديل ده بقى اللي عاجبني جدا بقى. الموديل ده برده عباره عن كنبه كبيره وكنبه صغيره برده، وفوتيه فوتيه، لونين في بعض، وزي ما قلنا خشب زان. خشب زان كله برضو، عايزين نغير اللون، عايزين نغير القماش خالص، برضو في ايدينا. برضو الانتري دوت من 17.5، عاملينه ب 14. من 17.5، 17500 ل 14. ل 14000 نازل برضو. اديني اوريكم العروض، حاجات نازله بالالافات، يعني بالالافات، وعروض جميله جدا. يعني ايه هم عاملين في شهر عيد الام كله؟ ايوه، يعني الشهر ده بس. الشهر ده تمام. يعني مش عارفين الخصم ده هيمتد لغايه امتى، بس تمام. هم حاليا عاملين خصم. تمام يا استاذ، تمام. في يبقى احنا شفنا ده اهو، وشفنا اللي هناك البني، وقلنا طبعا كل الحاجات اللي الاستاذ اتفضل بيها. طب يا استاذ في ايه كمان؟ الموديل اللي ورا منه دوت اللي هو لونه بيج. اللي هو لونه بيج في البيتي ده. بصوا يا جماعه، في لونين بقى في بعض برضو، لونين بيج في البيتي اهو، برضو عباره عن كنبه كبيره وكنبه صغيره وفوتيه برضو. في كنبه لون وفي كنبه لون، والفوتيه نفس لون الكنبه الصغيره. والترابيزه برضو دي بتبقى بكام يا استاذ؟ الترابيزه دي ب 1500. دي ب 1500. دي خشب زان، شايفين الازاز اللي عليها بيبقى ازاز اسمه اسمه 6 مللي. ايوه 6 مللي. ودي الدرج بتاعها اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي فيها دراج وفيها حاجات مفرغه كده من جوه، يعني شكلها على الموضه. دي برده عليها عرض؟ ده برده عليها عرض من برده من 17 ل 14. من 17 ل 14. 3000. تمام، زي الفل. تمام. في بقى ايه تاني؟ في الانترين اللي ورا حضرتك ده، لون تاني اهو. بصوا، ما هي دي بتبقى ازواج، كنبه صغيره وفوتيه برده، تمام،
برضو من 16 ل 13. من 16 ل 13 ما شاء الله بينزلوا ما شاء الله هنا بال 3000 يعني. هم عاملين عروض عروض جامده عشان عيد الام. الترابيزه كمان تحفه جدا. برضو الترابيزه دي عامله 1500. 1500 بس؟ بصوا الترابيزه دي خشب كلها، واللون كمان لون الخشب كمان حلو، ودرجين اهم وادراج فيها. وادراج وعمليه يعني بصراحه، شكلها جديد في يونكا كانها في يونكا صح؟ سمينا ترابيزه في يونكا. ترابيزه في يونكا تمام. في كمان في برضو الموديل اللي ورا منه ده اللي هو اللون ده برضو عباره عن كنبه كبيره وكنبه صغيره فوتيه، برضو احنا أيوة. مدخلين لونين مع بعض برضو ستايل تاني. ده ستايل تاني. الميزه برضو في الانتريه دوت ان الظهر بتاعه دوت بيرجع لورا اللي هو سرير. سواء الجراي او اللي هو ده هما اتنين الكنبتين دول. الكنبتين دول الظهر ده بينام لورا، يعني بيتعمل سرير. بيتعمل سرير والطقم كله على بعضه. الطقم على بعضه من 14 ونص ل 12. من 14 لو انا بقى جيت وعايزه الكنبه برضو ينزلوا لي برضو على قد بقى ايه القطعه يعني. طبعا هقول لك برضو حساب الكنبه الكبيره بقى كذا وحساب الكنبه الصغيره بقد كده على حسب ما انت عايزه. تمام بالخصم برضو. بالخصم برضو تمام. وفي الترابيزه بتاعتها بقى شكل ورده. دي برضو اشكال حلوه قوي. دي بكام؟ الترابيزه دي برضو عاملينها بعد الخصم ب 1400. ب 1400 تمام. في انا شايفه بقى دي كشوفته اهو، عايزه اوريكم الفوتيه بتاعه بس عشان ايه تبقوا عارفين الطقم كامل على بعضه. ده الفوتيه اهو لون الكنبه الكبيره، لا لون الكنبه الصغيره، والكنبه الكبيره بقى لونها جراي. دي بقى يا استاذ ايه؟ دي كنبه سرير لوحدها. كنبه سرير لوحدها بتتباع لوحدها. تمام. بتفتح نظام الظهر ده بيرجع لورا. ايوه. وفيها صحاره من جوه كمان، يعني سرير وصحاره، واخده الاثنين. بالظبط. تمام. دي نازل عليها ايه العرض دي بتاعها؟ معمول عليها عرض برضو من 4.5 ل 3.5. من 4.5 ل 3.5. بيتاخد معاها الحاجات دي الكوشنات دي التربيعتين معاها. تمام. تمام عشان الستات بيهموا او الحاجات دي طبعا التربيع والحاجات دي اكيد تبقى اشكال جماليه كده برضو اللون اللي هي عايزاه طبعا. وزي ما قلنا لكم لو عايزه تغيري اللون، عايزه تغيري القماش، هم معاكي هنا ممكن يغيروا لك كل حاجه. انا شايفه ايه دي بقى؟ دي برضو ركنه تانية بتفتح سرير برضو بتفتح نظام الظهر ده بينام لورا. يعني السرير بيبقى اللي هي الحته الظهر دي يا استاذ الظهر ده بينام لورا. تمام. دي برضو معموله عليها عرض من المصنع. ايوه. بعد الخصم 8000. وهي قبل الخصم كانت ب 10. كانت ب 10 يا جماعه. وبقيت برضو خشب، بصوا الخشب تحت حاجه محمله يعني الواحد لو عملها سرير محمله وكده محمله جدا. تمام. نازله من 10 ل 8. من 10 ل 8 عروض جامده بصراحه. هنا عندنا في الدورة في جناكليس على محطه ترام جناكليس، المكان ما يتوهش خالص جنب مول جنب فتح الله على طول. في برضو احنا شفنا ده في ايه، في كنبه تاني اهو. بصوا بقى الاشكال بقى والجمال بقى بتاعها بقى. وفي حاجات مشجره كمان. الفوتيه ده تبع ايه؟ الفوتيه مشجر ده لوحده. ده بكام يا استاذ؟ ده ب2.5 بعد الخصم. ده لو عايز حد مثلا يحطه في انتريه عنده عادي يتباع كده لوحده. تمام. هنشوف بقى دلوقتي تانية برضو دي سرير. بصوا دي بقى لونها نبيتي اهي. دي برضو بتتفتح سرير، هو حتى السرير مفتوح اهو. هو ده كده السرير ولا؟ طب يا ريت يا استاذ ماشي، الناس برضو بتحب تتفرج. بصوا حضراتكم السرير اهو. ده انا بحسبه تحت كده، ده بيطلع لفوق. تمام. وهنا فيها صحاره، وهنا بقى صحاره. بصوا بقى اللي عايزه تخزن حاجه تخزنها، وسهل ان انت تشيليها يعني مش تعب عليكي. لا دي فيها بيستن، هي بتترفع لوحدها. بتترفع لوحدها يعني ايه ما فيهاش اي تعب. بالزبط. بصي غويطه تحت الصحاره، ممكن تحطها بالجلد كلها ايوه يعني يتحط فيها حاجات ياما مثلا حاجة اللي شوار البنات، اي حاجه تتحط فيها. والكوشن بتاعتها الكوشن بتاعتها كمان هنعرف دلوقتي العرض على الكنبه التحفه دي. دي معموله من 10 ل 8.5. من 10000 ل 8.5 كنبه سرير وصحاره، ركنه سرير وصحاره. يعني وحاجه بصراحه غايه في الجمال. بجد الاسعار حلوه. قلت لازم برضو اعرفكم المكان والاسعار وكل حاجه. هفرجكم كده جوله سريعه كده في المحل على الحاجات اللي موجوده. برضو في موديل تاني ركنه برضو، تعالوا نشوف بقى. اتفضل يا استاذ. في بقى اللون ده لون حلو جدا. دي اللي بيحب نفس الفكره بس ظهرها كابتونيه. يعني اللي فاتت دي كانت ساده. دي ساده. في ناس بتحب الكابتونيه بقى. بتفتح نفس الفكره اهي. سرير اهو، والرافعه برضو دي اهي. بصوا والقماش زي ما قلنا انت اللي بتحكمي في لونه وفي خامته في الماتيريال بتاعته. سرير وصحاره وبرده صحاره برده نفس الحكايه. والكوشن برده نفس الكوشن. نفس عايز اي لون بغيره.
تمام اهي دي برضو العرض عليها برضو نفس القصة نفس ولا نفس العرض؟ لا دي معمولة بعد الفصل ب 10 ونص. 10 ونص عشان ال 10 ونص عشان كابتونيه؟ عشان كابتونيه. اه طبعا ده بيبقى شغل ازيد بيبقى يعني. شغل اعلى شوية. اه تمام اديكوا بقى شفتوا حاجات السادة والكابتونيه وشفنا الالوان وقلنا الالوان ممكن تتغير. برضو في اللي عايز كنبة كابتونيه لوحدها السرير. اه دي كنبة. دي كنبه بصوا دي ممكن عايز بقى كنبه لوحدها السرير اهي هفرجكم عليها دي كنبه لوحدها وممكن اه وكابتونيه يعني مش عايزه الركنه مثلا عايزه كنبه لوحدها سرير كنبه السرير لوحدها كابتونيه بصوا دي برده شيك قوي دي بكام دي؟ دي برده عاملين عليها عرض من 6.5 ل 5.5 من 6.5 ل 5.5 طبعا أي لون. اي لون اي لون انت عايزاه في ترابيزات برضو حلوه بره انا شفتها طبعا شفتوا بقى الحاجات وجمالها في الثلاث ترابيزات دول بكام يا استاذ مثلا الترابيزات دول معمول عليهم عرض برضو بعد الخصم ب 1000 بيتحطوا كده يبقى شكلهم شيك كده متدرجين مع بعض بالالوان الجديده وفي برضو عندنا تاكي عندنا المراتب بقى قول لنا حضرتك عروض المراتب بقى المراتب بقى تاكي الدوره اي حاجه عليها يعني التاكي معموله خصم عليها 10% تمام الدوره معمول عليها خصم 15% تمام بجميع المقاسات بجميع الارتفاعات بكل الارتفاعات بكل المقاسات اه تمام احنا كده خدنا في اي حاجه عايز حضرتك تقولها للمتابعين كده تمام. تمام خدنا جوله يا جماعه خدنا الجولة في المحل محل الدورة على محطة ترام جناكليس شفنا الأسعار شفنا التنزيلات أنا أي حاجة فيها تنزيلات وخامات كويسة لازم بجيبها لحضراتكم أتمنى منكم الدعوة الحلوة واللايك والاشتراك في القناة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.